وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أورفا الكاتب والمحلل السياسي راكان الخضر. أهلا ومرحبا بك أستاذ راكان. بداية، الأمم المتحدة تقول أن 100 مدني قتلوا نتيجة قصف نظام الأسد خلال الأيام العشر الماضية، بماذا تفسرون هذا القصف الوحشي على مناطق خفض التصعيد في الأيام الماضية؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله كريم. لما يجري من مجازر في إدلب، السبب الأول هو تواطؤ المجتمع الدولي وبخاصة تواطؤ الولايات المتحدة الأمريكية وموقفها الضعيف الذي تتخذه جراء أو التعامي عن هذه المحرقة التي أخذت الكثير من أبنائنا من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا. والسبب الثاني هو الطرق التجارية، طريق اللاذقية حلب وطريق حلب دمشق، لتأمين طبعا التجارة، خطوط التجارة، ولتأمين خطوط الإمداد لعصابة الأسد المجرمة والميليشيات الطائفية المتحالفة معها والعدو المحتل الروسي الذي يتبع سياسة الأرض المحروقة. السبب الثالث وهو الخسائر الكبيرة التي منيت بها روسيا، المحتل الروسي والقوات الرديفة التي تقاتل معها. فما كان من المحتل الروسي إلا أن يصب جام غضبه على المدنيين وعلى البنى التحتية التي تخدم المدنيين المتواجدين في هذه المنطقة. اليوم النظام وحليفه الروسي سيطروا على كل من بلدتي تل الملح والجبين، ما تداعيات ذلك؟ سيدي الكريم، أسلفت القول بأنه هناك إصرار من المحتل الروسي على أخذ هذه المناطق لما تشكله من موقع استراتيجي على خطوط أو طرق التجارة فيما بين، قلت لك، حلب واللاذقية وحلب دمشق. هذا يعني أن السبب اقتصادي بحت أم هناك سبب آخر؟ أيضا السمعة، سمعة المحتل الروسي وأسلحته أمام صمود الثوار وأمام الخسائر الكبيرة التي منيع فيها على الجبهات، مما جعل المحتل الروسي يصر ويجرب أيضا استخدم أسلحة جديدة لم تكن موجودة من قبل، أسلحة فتاكة ومحرمة دوليا. طيب، تركيا تحاول كثيرا في إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، هذه العمليات هل ستحرك تركيا للإسراع في ذلك؟ نعم، لم يعد أمام تركيا إلا أن تصر على المنطقة الآمنة التي تخفف عنها أولا عبء اللاجئين الموجودين في تركيا، ومن ثم أيضا يكون هناك منطقة آمنة يلوذ بها السكان من تحت هذا الدمار والقصف الذي لم ينعهده من قبل. على ذكر الشمال السوري، يعني كيف ترون موقف الولايات المتحدة الداعم للميليشيات الكردية في مشروعها الانفصالي؟ للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية موقفها سلبي كثيرا، بل يتعدى ذلك أنه أضر بالثورة السورية. وأيضا موقف الولايات المتحدة الأمريكية والتعامي عما يجري في منطقة الشرقية والشرقية الشمالية، نعم، هناك سيطرة كاملة وتامة للمحتل الإيراني والميليشيات الطائفية التي متحالفة مع عصابة الأسد المجرمة، وأيضا التعامي والتغاضي عما يفعله البي واي دي والبيكاكي باتجاه العرب السكان الأكثر والغالبية العربية اللي موجودة في تلك المناطق، من تجريف للأراضي وتجريف للقرى وتهجير للسكان الأصليين.
كل هذا يقع تحت مرأى ومسمع الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نجد من الولايات المتحدة الأمريكية إلا موقفا داعما لكل هذه الممارسات العنصرية والطائفية والممارسات التي يندى لها جبين الإنسانية. نعم، من مدينة أورفا الكاتب والمحلل السياسي راكان الخضر كنت معنا، شكرا جزيلا لك.